مع 8 دابا 8 انا فقت مع ديك 6 ديال الصباح. المهم نلبس حويجاتي غادي نمشي ان شاء الله باغي نقضي واحد الغرض بالزربه بن سليمان. واليوم ان شاء الله الطياره عندي اليوم مع ديك الثلاثه مع العصر نقولي خاص الطياره خاصني نكون تما في المطار مع ديك 12 والاقلاع يكون عندي مع الثلاثه يعني الطياره هي اللي مع الثلاثه انا خاصني نكون تما كما تعرفوا قبل بثلاثه سوايع ولا جوج سوايع ونص باش يلا تشوفوا الاجراءات. المهم بعد نقضي واحد الغرض في سليمان وبعد ان شاء الله نشد الطريق لطريق المطار. المهم اخر نهار هو هذا في المغرب العربي وداكشي. المهم دوزت هادشي اللي قسم الله هنايا. المهم جا دابا الوقت باش نرجع ان شاء الله الامارات. خليت بنتي ناعسه وباقا ما عارفاش واش غيمشيو معايا الدار المطار ولا لا حيت جي عندي اختي زهور وقلت بلا ما نمحنهم نتسلم معاهم غير من هنايا يعني هما اصلا ما كيدخلوش معايا المطار الداخل غير كيوقفوا قدام راكم كتعرفوا كيوصلوا حتى للمطار وكيوقفوا داك البلايص اللي فين كيوقفوا الناس كاملين. قلت بلا ما نمحنهم نخليهم عاد من وليدات الصغار وداكشي نخليهم صافي نتسلم معاهم من هنايا ونمشي مع اختي زهور حيت اختي زهور قالت لي ضروري نجي نشوفك كانت هي مسافره يلاه جات. المهم اش غنقول لكم الاشياء اللي غتكون في هذا الفيديو اللي غنشاركها معكم دقه بدقه واخا ما كنتش غنصور لكم صراحه هذا الفيديو غبت عليكم عارفه راسي رجعت عاوتاني كنغيب ولكن دابا هزيت الكاميرا. المهم غنشارك معكم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم وجهها كيبان كيبري عرفتو علاش دايره ليا ديك ليكرو وديك ليكرو كتخليها ودايره الدواء وليكرو ودايره فوق شويه ديال الفراجو وكيخلي وجهها كيبان بحال مزيت. شو الدواء اللي عطاتني الطبيبه خشيتو تا هو في الفاليزه شفتو الفاليزه الداخل خفتو ملي نمشي في المطار يقلبوا لي الفاليزات ويحيدوا لي الدواء ولا شي حاجه حيت واحد النهار اختي كنت موصيه على واحد الغاسول ديال الوجه ونفس الغاسول اللي عندي يعني ماشي نفسه في الماركه نفسه هو كبير بحال هكاك وحيدوا لي شافوا وحيدوا لي مشكلة انا الدواء ديال الطبيبه مازال يلاه بديت فيه يلاه واقيلا دابا جوج سيمانات باش كديرو هي خاصك ديري داومي 3 شهور اقل حاجه 3 شهور. المهم هضره جابت هضره دابا كما كتشوفوا غادي نمشي ان شاء الله لبسليمان باغي نجيب شي حاجه من بسليمان خاصاني ونجيب الذهب شي حاجه جيرفيات داكشي نحطهم ليها في الساك باش تاكلهم في الطياره وداكشي. المهم غنتوما معانا. المهم انا رجعت للدار جيت بدات لبنتي ها انتو حتى هي شريت لها سورفيت كما كتعرفوا الطريق بعيده خاصنا 8 السوايع وهاد السورفيتات هما اللي كينفعوا صراحه للسفر. المهم لبست بنتي ذهب دابا انا كنجمع في حويجاتي. المهم هنايا راه جمعت لينا الوالده داكشي اللي باغا ندي لخواتاتي ما عرفت داكشي كما كتعرفوا اللويزه والزعتر والعطريه وداكشي حاجه جبدتها. المهم جمعتها في هاد الباليزه بوحدها وانا هنايا راه باقا كنرتب شويه في الباليز ديال حويجاتي تما عندي غير جوج باليزات وهاد السويك صافي هاد الساك كنطلعو معايا الطياره وجوج باليزات غنصيفطهم صافي غنسلم على الوالده واختي راه باقا معانا. انت اختي زهور يا اختي تاتي ضربه سبور بحالي بحالك انا سبور بجوج نص غادي ما شاء الله عليها جات في الوقت عرفتي جايه مسكينه تجري طياره قلت لها شوفي بلا ما نعذبك نمشيو نتلاقاو في المطار قالت لك والو نجي عندك انا العروبيه. المهم ها هي جات عندي فاطمه هي هي اختي فاطمه اختي فاطمه ضروري ما يمكنش تشوفوا زهور ما تشوفوش مع اختي فاطمه ضروري. المهم ضروري ها هي معاها عائله نواره ولات كتعرف فاطمه اختي زهور. المهم دابا ان شاء الله غنديروا الديبار صافي غنسلم دابا على الوالدين كما قلت لكم ما نديهمش معايا امين ما نديهمش معايا باش ما نعذبهمش نخليهم هنايا. المهم انا راكبين حنا غادي ان شاء الله عاد واحد النضيدرات. المهم اختي زهوره كانت في اسبانيا يلاه جات يلاه جات من السفر عرفتو مني عرفتني مسكينه غنمشي انجليز ولا انجليز انجليز صافي يلاه جات من الانجليز انا خربت ما بين اسبانيا والانجليز. المهم يلاه كي جات من السفر المهم حنا ما عليناش واش الانجليز ولا اسبانيا بحال بحال. المهم يلاه كي جات من السفر باقا ما استراحتش مسكينه و
وجات شد عاوتاني الطريق جاي عندي وهي راجعه بيا عاوتاني للمطار. المهم الله يخلي ليها وليداتها والله يخلي لها صحيحتها مولا دارها. وهات نضيط راسي بلاتي نطلع هذا الشيء باش ما بقاش تسمعوا بزاف ديال التخرشيش. طلع لي عفاك من هنا باش ما بقاش تسمعوا صداع. وهات وجابت لي واحد الكادوات من معاها من السفر وحطيته في الفاليزا. هي كانت جايه تجري قالت لي بغيتك تلبسيهم تشبيهم، ولكن دابا انا لبست السورفيت تنمشي ان شاء الله لهي ونضرب الحطة. المهم نضيط راسي قالت لي والو ديريهم على الشمس شوف نضيط راسي. هانت هانت هادو جاوني قياس على عيني. كنت درت هذوك النظاره ذاك النهار كنت صورت بهم بزاف تما تقول لي كبر عليك على وجهك. هانت شوفوا هادو هما كاينين دابا خارجين لا طوندونس هما نظاره كبار. كاين اللي كيجيو معاك كاين اللي ما كيجيوش معاك. انا حيت وجهي ضعيف شوفوا هذا وجهي صغير هادو يلاه جاوني. هانت اختي صغيره كتعرف تختار وعرفتو ما شاء الله عليهم الجاج ديالهم راه مرايا كيضروش في العين. انا بعد ما كنمشي شي نظاظر كنحس بعيني بحال مضبن. الجاج حقيقي وطرون ملي كتديري كيبين لك بحال كلشي صافي. كيعطيك واحد الفلتر ما يضركش في عينيك بحال دابا داك الاشعه ديال الشمس ما تدخلش لك لعينيك والو محبوسين. يعني زوين الله يعطيك الصحه اختي زهور كتعزل على حاجه غزاله بحالها. المهم حنا غادي نشد ان شاء الله الطريق شادين الطريق صافي وليت قرواده 100%. المهم حنا شادين طريق لوطوروس باش نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا مع الوقت ان شاء الله. دابا قدامنا ساعه ديال الطريق. الحمد لله يلا كملنا الاجراءات كاملا. جلست دابا كنتسنى الطياره باقا مع الطيب يمكن شي 40 دقيقه ولا ساعه. المهم نتسنى هنايا. ذهب راه عطيتها كتاكل. ذهب جاتي ومسوقاش ليا كاع شوف تاع يلا كولي. المهم بقاو تسنوا واحد شويه هنايا على ما جات الطياره. الحمد لله كنجري كنقول يا ربي يا ربي ما يعكسوش ليا في شي حاجه. كانوا سولوني على ذهب قالوا لي على البطاقه ديالها الهويه ما جيبش لي انا معايا الهويه جيب على الباسبور. المهم صافي سولوني جوج. المهم وريتهم الاقامه وكل شيء مقاد عندها وريقاتها مقاد الحمد لله. ذهب نعسات قلب على الناس المهم حنا طلعنا الطياره. شنو بغا نخدم لك رسوم نخدم لك رسوم متحركه خليها تطير الطياره ونخدم لبنتي. يلا قلتي بلاصتك دابا نعست شويه وفاقت النعاس ديال النمله. المهم الطياره ما عرفتش خاويه ولا عامره باقي حاليا البلايص حدانا واحد البلاصه خاويه وكاينه غير سيده ما كرهتش بصراحه تكون خاويه باش نتكاو شويه. المهم هاد القدامين كلهم خاوي. انا باقا دايره نضيد راسي فوق اللي كنتي ما حيدتهمش نحيدهم استراح لي النواضر شويه. كانوا جامعين لي شعري بالحق قديتهم بوحدي في الدار. المهم هنا كما كتشوفوا جابوا لنا داكشي ديال الماكله. عطاو الدراري الصغار بالحق هما الاولا عجبوني بهذه القضيه حيت مولفين كيعطيونا الماكله قد يعني كيحطوا لي انا وكيحطوا لذهب ما كتخلينيش ذهب ناكل. دابا لا دار واحد السيستم زوين عجبني حطوا ديال الوليدات الصغار هما الاولين. هذا ديال الوجبه ديال ذهب فيها ميها شويه ديال الميل فايق كما كتشوفوا فيها بيمو كوكيز فيها دجاج
فيها هذاك واحد سميتو زبيده وفيها هذاك واحد الجبن زوين عاوتاني. المهم هنا بديت ناكلها ما بغاتش تاكل هي بالفرشيط، قالت لي لا عطيني ناكل بايدي انا كنبغي ناكلها بالفرشيط، هي قالت لي لا ما تاكلينيش بالفرشيط. المهم هنايا كنوكل هي العزيز عليها هذا سميتو المكرونه بالمطيشه ودير فيها الفرماج، انا كنقول لها لا ما تاكليش بايدك والو، قالت لك والو اللي يدين هما اللي يدين. ايوا خليت على خاطره حيت انا جايبه لها، شوف راك طيح وكل شيء، انا معاوله على هذا الشيء غتوسخ لي هذا السورفيت، جايبه لها لبسه اخرى منين نقربوا ان شاء الله نوصلوا وغنبدل ليها في هذا في الحمام. كما كتعرفوا ضروري تجهزوا معكم جوج لبيسات حيت السفر طويل والدراري الصغار كياكلوا ويطيحوا. صافي كنخليها على راحتها، انا نعطيها ميه تشرب. المهم راه البلايص اللي حدانا ما عامرنش، حدانا غير واحد السيده بوحدها اللي حدانا الحمد لله. هنا راه نعست ذهب نعسته في الكريسي، تاكلات شبعات الحمد لله. كما كتعرفوا الدراري الصغار مع السفر وهذاك الشيء كيجيو من النعاس. المهم صافي خليت انا نعسه، ما بغيتش نزيد نغطيها حيت هذيك السوروفيت سخون عليها والطياره كانت شويه طالقه بحال السخونيه فيها ما بارداش، قلت صافي خليها بلا ما نزيد نغطيها. من بعد واحد شويه جابوا لي انا الماكله، جابوا لي بحال اللحم والبصله وداك سميتو، عندما نوريكم كيفاش زوين. المهم انا كليته الحمد لله نعمه، وكيعطيوك واحد شويه ديال الكيكه وشويه ديال الفرماج وشويه ديال الزبده وواحد شويه ديال الكمير تما خبيز، صافي كيعطيوك المناضه. المهم هنايا هادشي راه كليته وكفاني الحمد لله.